قصيدة مهداة إلى معالي الشيخ علي بن ماجد المعمري من كلمات الشاعر سهيل بن سلم أنداء عكعان. يا طاير الزاجل تعنى وانتقل، واحمل سلامي صوب بن ماجد هدية، وانثر من القيفان عذبه والزلل، من ثرار خيوط مخصوص التحية لك مجد فيها ثابت ما ينتقل، مهما اختلاف الأزمنة تبقى قوية، كنت ولا زلت مبدأ للعدل متوارثة عن أب بنفس المنهجية، وإحنا على هذه الثوابت والعمل معكم على نفس الوتيرة والهوية، بوغانم الضرغام شامخ كالجبل، بوغانم الضرغام شامخ كالجبل، شيخ عقيد القوم ناموس وحمية، المعمري تاريخ هيبة كالدول، له بند راسخ في حقوق المرجعية، وإن كنت تبحث في عمان الأم حل تلقى الدرك والعون عنده مركزية، مسك بابه يوم أو عنك قفل يلقاك بالترحاب في صبح وعشية، له نهج واضح إن عبر ولا وصل، سمح المحية والنخاوي يا عربية، سمح المحية والنخاوي يا عربية، وعيال ماجد كلهم صاروا مثل نهج المكارم والكفوف الحاتمية، الخير منهم لا يكل ولا يمل، النبع زاكي من عهود أولية، مرسال من ساجر بعثتها في عجل من قلعة التاريخ رخيوت الأبية، قلعة التاريخ رخيوت الأبية.